ويتكلم معاك وفي ده عمر قدمين to be here and to present like a produce this festival. ما حكيت بالعربي طبعا انا سعيد بوجودي هنا النهارده في يعني في ممكن تفتح هذه الدوره السادسه لمهرجان تنظيم بعد دور النيل. كما ذكرت الدوره السادسه واحنا حريصين بوزاره الثقافه على تنميه هذا التعاون بيننا وبين الهند بين مصر وبين الهند. الهند طبعا كما تعلمون جميعا يعني دوله عريقه الثقافه وعريقه الحضاره وليها شعبيه كبيره في مصر. الثقافه الهنديه ليها شعبيه كبيره والافلام الهنديه واليوجا والاخره يعني لا تعد المجالات اللي تحظى فيها الهند بشعبيه كبيره في مصر. ولهذا السبب كنا حريصين انه المهرجان ما يبقاش تقليدي وان هنخرج من الاطر التقليديه، ربما هي عرض الفنون الشعبيه والفولكلوريه، وانما ستكون في هذه الدوره يعني عروض من يوجا، ورش لتعليم الرقص، عروض الشاي، افلام سينمائيه. اذا فيها قدر كبير من التنوع والخروج عن الاطر التقليديه بالنسبه لهذه النوعيه من المهرجانات.